طبيعة تختلف، فيخاف إن حد يأخذ مكانه. زين؟ أكيد. هذا مو بس بالمرأة، في الرجال أكثر. ما أنا بتكلم في الرجل. إيه هذا في الرجال أكثر. المرأة يعني مشكلتها المزاجية يا دكتور، المزاجية. وحنا بصراحة حنا ما عندنا مزاجية، حنا مزاجنا أنا وأنت. يوم يجينا مسج تم إيداع الراتب مثل مزاجنا في آخر الشهر. لا طيب يعني طبعاً. ليه احنا بعض انتوا معشر رجال، انا ما بدافع الحريم، بس انتوا معشر رجال غريبين، بمعنى تتعذرون للمراه بالعذر الشرعي الحيض وكذا، صح؟ زين انتم في الـ في الـ في في الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر الهجري، يوم يكون قمر بدر تكون نفسيه الرجل في ادنى مستوياتها، لهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامه. يعني حنا هم معرضات، النساء دورة شهرية مثلا أسبوع خمس أيام، حنا أيضا معرضين أسبوع خمس أيام في منتصف الشهر، إنما نشوف حد وما نطيق حد. يعني لماذا أنتم ماسكين في عنصر العذر الشرعي للمرأة وهذا سبب مزاجية؟ تعال شوف الرجال يوم يكون قمر بدر ما يطيقون حد، وبزيد رومانسية عندهم للغير. بس مزاجيتهم يا دكتور على طول الشهر، مش بس على ال لا لا الآن أنت بتقول عذر شرعي، الحين بتقول على طول الشهر. هذا من ضمن المؤثرات أنت اللي بتأثر عليها، وحنا بتأثر علينا حنا. تعال اسمع، تعال نتكلم، اسمع نتكلم عن المزاجية. امشي في السيارة أنت الآن واعطي هرن لامرأة أو اعطي هرن لرجل، شوف اللي ردة الفعل. من ردة فعله أسوأ؟ يعني انت ما تستطيع، يعني حنا نتعذر بالعذر الشرعي للمرأة انها مزاجيتها سيئة وننسى عذرنا، نتعذر المرأة تمر بظروف، حنا بنمر بظروف بعد وتجعل مزاجنا أسوأ. على الأقل يا شيخ نتكلم بالصدق والصراحة، لو جاء رجل مدير قام بالصراخ على امرأة موظفة عنده، ترجع للبيت تبتسم بوجع عيالها، والله العظيم تبتسم بوجع عيالها، وش رايك؟ لكن انت الآن تعال اجعل مديرك يصرخ بوجهك ويرجع للبيت وشوف كيف تعامل. فهذا حنا ليه حنا ما ننظر بهذا المقياس؟ ليه دائما حنا عنصر الانتقاص موجود؟ صح كلامي ولا كلامي يضرب في عرض الحائط؟ لا كلامك بسم الله ما شاء الله، ولكن لاحظ انك خرجت من المنطقه الرمضيه يا دكتور. لا انا اتكلم كمستمع، انا الان انا اتكلم كمستمع، اناقشك كمستمع الان. أنا امثل راي الجمهور اللي يسمعك الان. علم يعني حنا أكيد يا دكتور، حنا أنا أعلم إنه كثير من النساء ما يحبون تكون مديرتهم امرأة، وكثير من الرجال ما يحب يكون مديره رجل. يعني بمعنى أي رجل الآن ظلم اسأله من ظلمك يقول لك فلان مدير. على المرأة يوم تظلمك تقول لها والله لقول حسبي الله عليك وسير الكعبة أدعي عليك، تقول لك تعقعد مكاني أنا آسفة. هذا واقع. فحنا نتكلم بشفافية إن ما نظلم ولا نظلم، يعني نتكلم بخط الوسط. الرجل له إيجابيات وسلبيات والمرأة لها إيجابيات وسلبيات، لكن نتعذر دائما بالعذر الشرعي، هذه كارثة. هذا شيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، مو باختيارهن، ترى مو باختيارهن، وحنا الله كتب علينا يوم القمر بدر. أنت يوم أنت بنص الشهر ما تستوي رومانسي؟ ها في الشهر أنا الحمد لله طول الشهر. ما هذه مصيبة، عندك القمر بدر 24 ساعة أنت. ها هذا وضع طبيعي يا شيخنا، هذه الاختلافات وكذا، هذا وضع طبيعي. وضع طبيعي وفعلا، ولكن انا اقصد اللي عايز اوصله لحضرتك ان الرجل له ايجابياته وله سلبياته، والمرأة كذلك. نعم. لا ايجابياتها ولا سلبياتها. انت الان اجعلنا من النقاش، انت شو تفضل تكون مديرتك، امرأة ولا رجل؟ من الاخر، من الاخر. طبعا بدون لا نقاش ولا شو تفضل؟ افضل تكون امرأة. ولا بتناقشني انت، ليه بتناقشني حتى اخرجك من المنطقه الرمضيه؟ يا رجل استفزتني انت، لان شفت الان تعمل لي تليفون وانت معي، فهي تسمع الان، فعشان كده افضل تكون يعني انت مديرتك امرأة، تقول يا رب تسمع برنامجك. فهي تسمعني الان، الحين تعمل لي تليفون فهي تسمعني الان. وزوجتك اذا سمعت زين، انت مو تفنس لان زوجتي مسؤوله، زوجتي مديره في مكانها برضه، فالحمد لله. لذلك لا أزكى على الله، ولكن من الناس الملتزمات والمدرسة الصح. الله يوفقك ان شاء الله ويحفظك. الله يجزاك خير. الله يخليك ان شاء الله. الله يجزاك خير. رسالة تقول انا امرأة افضل إدارة المرأة لسهولة التواصل والتعامل معها، وهذا انا هذا انا معك. اخرج منطقة رمادية، يوم تكون مديرتك امرأة، يوم تبعث لها مثلا رسالة او كذا ترد بصراحة، ترد. عندنا يا رجل مدير يستو مدير على 10 موظفين، تبعث له رسالة يعمل لك بلوك،
هذا واقع. يزعلون يزعلون بس هذا هو الواقع. المرأة يعني أي شيء إذا سوت مديرة مهما على رتبتها تبعث لها رسالة ترد ما عندها مشكلة وتجاوب وتسمعك، لكن المدير لا، إلا من رحم ربك. رسالة تقول: أنا امرأة أفضل إدارة المرأة لسهولة التواصل والتعامل معها، مديرتي امرأة، ربنا يديمها نعمة، أدب في التعامل واحترام ومراعاة الظروف، وعلى طول مبتسمة، ويكفي أن نسمع منها طول الوقت: يعطيكم العافية أخواتي. الله يبارك فيك يا أستاذة عزيزة الحمادي نهلة، ذكرت اسم المديرة. شو الحركات هذه، ما تطوف علينا الحين، باكر تحصل إيميل أنا مديرة كذا أشكر الموظفة نهلة على الثناء. يلا ما علي، تستاهل تستاهل المديرة. أيضا الرسالة تقول: أنا رجل أفضل السلوك، السلوك أولا ثم الرجل في حالة استواء السلوك. وجدت أن المرأة قد تحكم على الرجل بالشدة من باب معاكسة مقولة أن المرأة عاطفية فتظهر ذلك وذلك ولو كان الموقف لا يتطلب الشدة. اسمحوا لي، هذه رسالة، اسمع مرزوقي، هذه حرمة معصبة، اسمها مع عبد الرحمن، تقول: اسمحوا لي، أنا معشر النساء المديرات اللي مروا علي من أقسى وأشرس الناس اللي شفتهم في حياتي، في حين الرجل أكثر حكمة وعدل. حنا نسوي مدير ريبورت آلي، أفضل حاجة نرضي الطرفين، ما في مشاعر وما في عاطفة، يتعامل معك بمنطق الأرقام والحروف، هذه أفضل حاجة نقدمها للموظفين. زين، أيضا الرسالة تقول: الرجال يفضلون حرمة والحريم يفضلون رجل، السبب أن الطرفين يتعاملون أفضل. هي صح، يقول لك يعني إذا اختلف الجنسين الجنسان يصبح التعامل فيه لطف، يعني الرجل مع رجل يصل لحدة المشادة الكلامية، لكن أنا ما أستطيع أرفع صوتي على امرأة، يعني أقول عيب، مهما كان تبقى امرأة حتى لو لم تكن مديرة. وأيضا المرأة ما تستطيع ترفع صوتها عليه، تقول عيب، يبقى رجل ما يجوز أرفع صوتي عليه. لكن تعال شوف، قسم كله حريم وقسم كله رجال واسمع سوق سمك. زين، أيضا رسالة تقول: أنا امرأة وأفضل الرجل. رسالة تقول: أنا عملت أكثر من 20 سنة، مر علي النساء ومر علي الرجال كإدارة، الصراحة أنا أرتاح نفسيا إذا كانت مديرتي امرأة رغم أني رجل. يعني شوف، ما نستطيع. شو رأيك مرزوق أنت، شو تفضل الحين؟ أنت ما تقدر، ها، مستحيل تجاوب. لا مو أنا، أنت أسألك شو تفضل مديرك، رجل ولا امرأة؟ رجال، ها يا عنصر أنت. أنت تشوف فرق، ها؟ يعني مرزوق يقول في فرق كبير كبير بين الرجل والمرأة، وأنا أفضل الرجل. زين يا، إن شاء الله نشوف. زين، أيضا الرسالة تقول: أنا لو خيرت بين شركتين براتب الفرق 10,000 درهم، لكن الشركة الأولى مثلا، هو يقول مثلا 20,000 وتحكمها امرأة، والشركة الثانية 30,000 يحكمها رجل، والله العظيم أذهب للمرأة، يعني حتى لو ناقص 10,000. شوف يا أخي، على كل حال أسأل الله لي ولكم توفيق والسداد، ويا مرحبا، وأسأل الله يوفقنا جميعا. وإن شاء الله بعد ساعتين من الآن برنامج من رحيق الإيمان في موسمه الجديد، استودعكم الله.